السلام عليكم مبتدئ فيديو جديد. النهارده عايزين نجرب الاختراع الجديد. طبعا كلكم عارفين هنا عايزين نجرب نحطها في الميه وممكن تطلع بركان. هفتحها واجيلكم اهو يا جماعه. فتحتها ويلا بينا نجرب نحط. شوف هتطلع بركان. جبت معلقة جدانة عشان نقلب ونسرع العملية. تقريبا مش هتتحول. اظن اللي انا قللت احط تاني. طبعا التجربة فشلت يا جدعان، بس احسن حاجة الصوت اللي احنا سامعينه ده. تحس ان انت بترتاح نفسيا. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. اشوفكو الفيديو الجاي. وبقولولا عايزين تجربوا طعم ايه تاني وانا معاكو في الفكرة. اشوفكو بخير. اتمنى يعجبكو الفيديو. باي باي.